مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجديد حياتنا. برنامج حياتنا أحب أقول لكم نبذة عنه، إن هو بيعرض بعض القضايا الحياتية اللي موجودة في حياتنا وبيلقي الضوء عليها بصورة مبسطة وبسيطة توصل لقلب المشاهد. هنحاول نحل كل المشكلات اللي موجودة في حياتنا عشان دايما تنور حياتنا. يسعدني ويشرفني النهاردة أن يكون ضيفي مرشح مجلس النواب من الشباب، دايما بيتحدى الصعاب ودايما عنده إرادة قوية برغم صغر سنه وبعض الظروف الضعيفة من حوله، لكن هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يوصل، عشان هو دايما بيحب الناس ودايما اللي بيبقى من القلب بيوصل للقلب. معانا الأستاذ المرشح وليد عمار، رمز التمساح رقم 10 عن دايرة المحمودية ورشيد والرحمنية. برحب بيك يا أستاذ يا وليد، مرحبا بحضرتك والسادة المشاهدين يا فندم. نورتيني النهاردة الله في ينورك البرنامج، وينور. نورتيني نورتيني. ومعانا برضو سيادة المستشار، أهلا وسهلا بحضرتك يا عم فندم. عمار، أهلا وسهلا يا فندم. أحب أسأل حضرتك في بادئ الأمر، مين هو المرشح وليد عمار؟ وأحب دايما أن أنت تعرف نفسك كده للناس بطريقة مبسطة وبسيطة، عشان دايما زي ما بقول اللي بيوصل، اللي بيدخل القلب بيوصل إيه؟ للقلب أكيد يا فندم. أكيد مظبوط. حضرتك اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي. أما بعد، مبدئيا أحب أعرفكم بنفسي، أخوكم وابنكم وليد دهية محمد عبد الرازق عمار، محافظة البحيرة مركز الرحمنية. رشحت نفسي من أجلكم، رشحت نفسي لكم. ابنكم وليد دهية محمد عبد الرازق عمار، رقم 10 رمز التمساح. رشحت نفسي من صغري للتطوع في الخير، ولكم مبدئيا ان انا ربنا قدر لي الخير ان شاء الله، اكون عند حسن ظن الجميع رغم جميع المصاعب اللي تحديتها واللي قابلتني في حياتي، الا اني عشتها بجد وحسيت بيها، حسيت بكتير يا استاذه وعشت كتير. حضرتك مجال شغلك ايه؟ احب اعرف برضو مجال شغلك واوضح ده لاعزائنا المشاهدين. تاجر، انا بتاجر دواجن تمام فتاكيد صغيره تمام بس على جد حلو. حاله، مش هنقول يعني ان انا، لذلك هم مسميني في الدايره بيقولوا وليد مين؟ طالع يعمل ايه وليد؟ فانا هرد عليهم رد واحد، اقول لهم لو كان حلمه مستحيل فان الله على كل شيء قدير. طبعا، ونعم بالله ونعم بالله تمام، ونعم ده بالله. مبدئيا. ماشي، انا صغير في السن، اوكي حضرتك كده تعتبر اصغر مرشح مظبوط في السن. مظبوط تمام. تمام ورغم ده كله ورغم الصعاب اللي حضرتك بتقول ان حضرتك واجهتها، حضرتك برضو مصر على هدفك ودايما مؤمن بقضيتك، ان انت فعلا عايز تساعد الناس وتخدمهم. مظبوط. طيب يعني ايه اللي جاب الفكرة لحضرتك؟ يعني الفكرة ازاي جت عند حضرتك؟ بص يا استاذه، احنا عامه الدايره عندنا دايره جميله بجد جميله، احنا خطنا يعني الدايره بتاعتنا سواء كانت رشيد بلد سياحيه جميله جميله بجد، اهلها ناس طيبين، والمحموديه والرحمنيه الثلاث مراكز جمال بجد بامانه الله، حاجه جميله، حاجه احنا السياح عايزه واحد منها يحس بيها يعيش الناس دي، هما اللي شجعوك هما على اللي الموضوع شجعوني. ده؟ بص يا استاذه، من صغري وانا عايش وسط الناس دي حسيت بيهم، عرفت الناس دي عايزه ايه. تمام معلش انا ماشي. منهم، انا مسميني مرشح الغلابه عشان عشت معاهم كلت مرشح معاهم، الشباب ومرشح مرشح الشباب الغلابة. تمام مقعد عن مقعد الشباب، مرشح الغلابه، عشت معاهم تمام كلت معاهم قمت معاهم، مريت بنفس اللي انا مروا بيه. تمام تمام، مش هنقول ان انا عندي، لا انا عندي حب الناس والامتلاك القناعه، ده مبدئيا علشان خاطر نعيش بجد. معلش انت لو تعبانه وانا سليم مش هتحس بيا ولا انا هحس بيك، ده مبدئيا لازم عشان خاطر نحس ببعض بنكون احنا الاثنين توازي، تمام احنا فانت الاثنين حاسس بيهم لان انت منهم وعايش وسطهم وحاسس بقضيتهم. وبرضو احب اوضح لاعزائنا المشاهدين ان حضرتك من قريه نزارة سماديس نظاره سماديس، مركز بالظبط الرحمنية. مركز الرحمنيه، عشان كل اهل نظاره سماديس بيدعموا حضرتك واقفين في ظهرك، وهم هي قريه صغيره قوي. واحب اوضح ده بص يا لاعزائنا استاذ، المشاهدين، عايزين بس حضرتك مصرين على مرشح شاب منهم يدعموه، صح كلامي ولا؟ كلامك مظبوط، قرية نزارة سماديس كان صغيرة في الحجم
تمام. بس كبيرة، كبيرة بحب ناسها، بشبابها، بأهلها، بجد نزارة سمادس حاجة تشرف، وحضرتك حاجة واضح ان تشرف. حضرتك لا يعني الله برضو يسترك يا رب، يعني حاجة بجد. لا تشرف أنا يعني اللي لو بتقوله. فضلت أقول العمر كله عن مركز الرحمانية والمحمودية ورشيد ما اديهمش حقهم، لأن حق الناس دي بجد حاجة كبيرة وحاجة فخورة، وأنا فخور إن أنا من نزارة سمديس. نزارة سمديس كان صغيرة في الحجم، عدد سكانها يتجاوز 25 30 ألف، تمام. بس هي بلد جميلة، بلد حلوة، طب هل البلاد دي عايزة واحد فيها فلاح زينا يحس بيها تمام، يعيشها. هل فيها بعض المشاكل او فيها بعض القضايا اللي مش بتوصل للناس حضرتك حابب يعني توصلها للناس؟ عندنا مش في نزارة سمديس بس يا أستاذة، لا الدايرة بحالها. لو رحنا رشيد، رشيد بلد جميلة زي ما قلت لحضرتك، طبعا بجد جميلة جدا. جميلة. انا عارفاها هي رشيد جميلة. فيها سياحة، تتمتع بالسياحة، طبعا طبعا. فيها الصيد، تمام، فيها الزراعة، فيها سياحة، فيها زراعة، فيها صيد، متخيلة؟ مركز واحد في دايرة في الحاجات دي، استحالة. طبعا استحالة. واحنا فين دورنا؟ الناس دي عايزة اللي يخدمها، الصياد ده عايز اللي يجيب له حقه، عايز الحاجات اللي يحس الحلوة دي بيه، كلها عايزة اللي يراعيها، ولا عايز ايه اللي رأيك يراعيها حضرتك يا ويعيشها. سيادة المستشار؟ برضو احب اسمع رأيك برضو معانا. هو فعلا يعني انا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية انا بشكر البرنامج وبشكر هذا المنبر الجميل اللي هو اتاح لنا الفرصة ان احنا نعرض مرشح من الشباب، لانه لامس قضايا الدائرة وعارف المشاكل اللي في الدائرة. وسعادتك عارفة طبعا ان احنا الدائرة دي كان فعلا فيها صعوبات كتيرة، وخاصة في الثلاث مراكز. يعني بداية بالنسبة لمركز رشيد، مركز رشيد بيتمتع انها مدينة سياحية عظيمة، وفيها برضو عايزة دعم، عايزة نائب يدعم الناس هناك بالنسبة للسياحة. بالنسبة للصيد، الصيادين دول لهم مشاكل، عندهم أعباء في المشاكل، المشاكل دي طبعا عايزة اللي يقف جنبهم ويحلها لهم. نيجي برضو بالنسبة للزراعة، برضو محتاجين اللي يقف جنبهم ويدعمهم. نيجي بس لأبناء المحمودية، محتاجين برضو اللي يقف جنبهم بالنسبة للشباب. بالنسبة للقرى والعزب والنيوع يا فندم، برضو في طرق كتيرة فيها طيب صعوبات. انا بس معلش بدون قطع كلام حضرتك، انا عايزه اعرف من استاذ وليد ايه اللي ممكن حضرتك هتقدمه للناس واهالي دايرتك وللناس عموما ولكل الناس اللي دعموك وحبوك ووقفوا جنبك بعد ما ان شاء الله ربنا يكرمك وتنجح باذن الله. بص يا استاذه، مبدئيا احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا ثلاث مراكز، الثلاث مراكز اجمل من بعض، تمام، اجمل من بعض، سواء كان في سياحه او في زراعه. احنا عندنا مشاكل، مشاكل عايزين نعيش، عايزين واحد يحس بينا يطلعها. زي رشيد قلت لك عندها صيد، الصيادين دي ناس حلوه وناس جميله بجد، عايز اللي يقف جرها. المزارع الفلاح عايز اللي يسوق له حاجته، عايز اللي يحس بيه، عايز اللي يجيب له مبيدات ويجيب له اسمته. يعني حضرتك هتوصل كل القضايا وكل المشاكل ان اللي ربنا موجودة ربنا قدر لي الخير يقدرها ان شاء وتحلها لهم الله، وتوصلها ان للناس. ربنا قدر لي الخير ان شاء الله. معانا اتصال تليفوني. الو، استاذ وجيه من البحيرة، اهلا بيك استاذ وجيه. تقريبا الاتصال اتقطع. هيحاول بقى يتصل بينا تاني. هو اتفضل حضرتك والمرأة كمل. يا استاذ احنا عندنا دور، المرأة دور كبير ودور محدش يقدر ينكره. المرأة نص المجتمع، يعني حضرتك نص. كمان بتأيد المرأة على لا فكرة، الموضوع ده احنا مهم من غير، جدا. بص يا استاذ احنا من غير المرأة ما بدون نسويش. تحيز، والله بص يا اعزائنا استاذ المشاهدين المرأة، بدون تحيز، بس هو يعني لا يعني فعلا الموضوع بص يا مهم استاذ فعلا المرأة، يعني. احنا عندنا المرأة النهارده نص المجتمع، معلش ما نقدرش نعيش من غيرها. استاذ وجيه بدون قطع كلام حضرتك رجع معانا اتفضل. تاني. الو الو استاذ وجيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ وجيه. مساء الخير على ضيوفك الكرام الحلوين دول. مساء الخير يا استاذ فندم، وليد نورتنا. عمار راجل نشيط وراجل كويس وراجل جدع وشاب طموح. الله يسترك استاذ وليد عمار، كل صلته بالجماهير 10 على 10. الله استاذ يسترك وليد يا عمار راجل احنا اخترناه، الله مش هو يسترك اللي اخترنا، احنا اللي اخترناه. استاذ وليد عمار شاب من الشباب الطموحين جدا، الله يستر واحنا عليك. كلنا مؤيدينه ومرشحينه. استاذ وليد عمار راجل بيحب الخير للناس. استاذ وليد عمار احنا مسمينه مرشح الغلابه، احنا مسمينه الاستاذ وليد عمار مرشح الغلابه. استاذ وليد عمار احنا انتخبنا ناس كتير وجبنا الاستاذ وليد عمار عشان يجيب لنا صرف صحي، عشان يغير لنا، يهيكل لنا المياه ربنا يقدرنا ويكون عند حسن ظنكم. ماشي، بلدنا اكبر بلد في مجلس القريه، بلدنا اكبر بلد في مجلس القريه، لا فيها صرف صحي ولا فيها نقطه شرطه ولا مزبوط. فيها اطفاء ولا فيها نقطه اطفاء ولا فيها اي حاجه خالص، بلد مهمشه.
بلد ما همش يا فندم، احنا اخترنا الاستاذ وليد عمار لان الاستاذ وليد عمار راجل قمه واخلاق. الله يستر اصلك يا معلم باشا. وهيجيب انتاج وهيعمل مفعول. استاذ وليد عمار ده راجل قمه ومش وهو غني عن التعريف. ده من زوجك يا استاذ وليد. استاذ وليد عمار يا فندم غني عن التعريف. اكيد طبعا اكيد، وبنشكر حضرتك جدا يا استاذ وجيه بالمداخله الجميله دي. لقائك للاستاذ وليد عمار والله. الله يستر اصلك يا معلم باشا، الله يستر اصلك يا رب. شكرا يا فندم، شكرا جدا، شكرا، نورتنا والله، نورتنا. نكمل الكلام بقى مع حضرتك. المرأة يا أستاذة. المرأة. المرأة. بنتكلم موضوع مهم جدا ده، أحب أوضحه لأعزائي المشاهدين. المرأة زي ما قلت لحضرتك إحنا نص المجتمع المرأة. تمام. للأسف يعني إحنا عندنا مرأة النهاردة، المرأة اللي تعول. المرأة المعيلة. المعيلة اللي هي بتعول. طبعا هو فعلا المرأة المعيلة ديت ما فيش حد بنظر لها. ومحتاجة برضو اللي يوفر لها فرصة عمل لأن عليها عبء برضو. تمام. فإحنا هنا برضو يعني فكر وليد بعد إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ما يقدر له النجاح. هيكون في اهتمام بالمرأة. احنا معانا صورة على الشاشة كلها. بنعرضها، معلش أنا أسفة، بنعرضها للأستاذ وليد. هو ده برضه كان لقاء. ممكن حضرتك تشرح الصور يا أستاذ وليد؟ ده كان لقاء برضه للأستاذ وليد. ده الشباب اللي منزله لي على السوشيال ميديا. برضه دعم وتأييد أهوت من الشباب. ده دعم وتأييد. حضرتك اخترت يعني إن حملة الدعاية بتاعت حضرتك تكون عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الإعلام. مظبوط. برضه أحب أوضح ده لأعزائنا المشاهدين، ليه حضرتك اخترت بالذات يعني إن الحملة الدعائية بتاعت حضرتك تبقى عن طريق الإعلام أو عن طريق السوشيال ميديا فقط؟ يعني مثلا مش زي اليوفط والهتافات والحاجات دي يعني. انا عامل يوفط وكل واحد ليه طريقته. انا عامل يوفط وعامل صور الطريقه دي. استاذه معلش انا زي ما قلت لك يعني اول ما طلعت قالوا الحلم كبير عليك، تريح فيه بتنطح في مين؟ تمام. انا زي ما قلت لك انا رديت عليهم بحاجه واحده، قلت لهم يقولون ان حلمي مستحيل وانا اقول ان الله على كل شيء قدير. ونعم بالله. ده مبدئيا. تمام. انا ما حلتيش بس حلت حاجه غاليه جوه وجميله جوه. حب الناس. حب الناس. حب الناس ده لا يتعوض بمال ايا كان. لو انت متخيل ان انت هتقدري تشتري حب الناس بفلوس، بفلوس ان انت هتقف عند اللجنه او تعمل او هي برضو مش هيغير. لا مش هيغير ان انت هي تشتري. هي وسيله سريعه برضو. هي برضو يا فندم دي وسيله سريعه لان عشان توصل اكتر للناس. أيوة الاعلام فعلا. وبعدين احنا عندنا الدائره اصلا كبيره يا فندم، ده عندنا مركز رشيد والمحموديه والرحمنيه. فبرضو احنا بنحاول نشوف الطرق السريعه انها توصل المرشح للتعرف عليه. معانا اتصال من الاردن. الو استاذ وليد. استاذ وليد من الاردن. الو مساء النور. مساء النور. مع حضرتك استاذ وليد عمار. مساء الخير يا استاذ وليد، عامل ايه؟ معاك الاستاذ وليد عبد الحي من الاردن لو سمحت. على راسي يا معالي الباشا. حبيت امسي على استاذ وليد عمار وعلى برنامج الشباب ومرشح الغلابه لانه من الناس المحترمه، ابن قريتنا طبعا. الله يسترك. ومن الناس المحترمه وكل حب وكل تأييد بيد الاستاذ وليد عمار. الله يسترك. وشبابنا كلهم في الخارج بيد الاستاذ وليد عمار. الله يسترك. طبعا زي راجل من وسطنا وراجل من الغلابه اللي زينا وحاسس بينا وحاسس بينا لان احنا الكره معدومه الخدمات. اجت نواب كتير طبعا يعني مش عايزين يتكلموا عليهم، ما بحسوش بينا، بيعطوا اصواتنا كل مره وما بيجوش علينا. طيب حضرتك يا استاذ وليد تطلب ايه من استاذ وليد لما ربنا يكرمه ان شاء الله في الانتخابات ان شاء الله وينجح ان شاء الله؟ بطلب منه انه يقف جنب الغلابه ويشوف مصالحهم ويشوف الخدمات الصحيه والصرف الصحي والناس الغلابه طلبتهم، يعني كل الخدمات اللي هي للناس الغلابه المحتاجه، الطبقه الوسطى اللي بتسموها زي حالتنا والفئه البسيطه يعني. تمام بس اكثر تمام. يعني وادي ربنا يوفقه وكل حاجه يعني. مش هو فعلا مرشح الشباب معانا وبيتكلم من قلبه، فدايما اللي من القلب زي ما بقول بيوصل للقلب، وهو دايما يعني ان شاء الله في ظهركم ومعاكم. حبيبي ابو محمد الله يسترك يا ام وليد. شكرا ليك يا ابو محمد. ربنا يقدرنا ويكون عند حسن ظنكم يا رب. وان شاء الله ده وعد مني على الهوى لاهل الدايره كامله، ربنا قدر لي الخير وبقيت في المكان ده. اوعدكم جميعا ان اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. مكتب في رشيد ان شاء الله 24 ساعه ان شاء الله فاتح محمودية. وتليفوني نفس الحوار. المحموديه مكتب والرحمنيه مكتب. انا ابن نزارة سمديس، ابن الناس الطيبه، ابن الناس الغلابه بجد. الناس الغلابه بجد يا استاذ، مش الناس اللي هي تحط مكياج ولا تحط ميك. انا ابن الناس اللي بجد، ابن الناس اللي هي فعلا فعلا عانت حسيت بيهم عشان انا من وسطهم.
طبعا مش رايح. معلش يا استاذه ما يعني معلش كده عشت مشاكلهم ومعاناتهم. عشت عشت بجد وكنت معاهم في كل حاجه. بص يا استاذه انا فلاح عارف امتى بتعسر ان انا بالزرعه دي بنجري عليها وفي الاخير نيجي ما نعرفش نسواك. ماشي يا استاذه. لازم الناس ديت انا حسيت بيهم انا من وسطهم. الناس ديت لما قالوا لي خش مش من فراغ. ما هو ده بقى السؤال انا عايز اساله لك. ازاي دعم الشباب يعني بيحصل عندكم وازاي الشباب شجعوك على حاجه زي كده؟ ازاي كسبت قلوبهم كلهم؟ اذا كان الرئيس يا استاذه وسموه كمان مرشح الشباب. اذا كان يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده بيدعم الشباب اه طبعا. انت ناسي النهارده ان احنا كشباب وكالمراه احنا بقينا المجتمع كله الاول كل الاحترام والتقدير لابهاتنا وامهاتنا واخواتنا الكبار واخواتنا الصغار طبعاً. تمام كل الواجب وكل الاحترام وكل التقدير للجميع طبعاً. بس معلش النهارده الرئيس نفسه بيدعم الشباب بيقول الشباب 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 الشباب, الشباب. عندنا المراه والشباب حط ايدينا في الدبق. هو وليد لوحده معلش يا استاذه مع حضرتك لو هم انتخبوا وليد وليد نجي وليد لوحده من غير الناس دي وحب الناس دي هنقدر نعمل حاجه من غيرهم؟ لازم حب الناس لازم وقفه الناس معايا. تيال قول لي انا محتاج كذا عايز كذا تقف جاري وقف جارك محتاجك. هو فندم برضه هو طبعا والله يا فندم احنا في اتصالات كتير قوي جايه لنا بس للاسف واحب اوضح ده لاعزائنا المشاهدين ان في ناس كتير قوي بتحبك والاتصالات يعني احنا مش قادرين نوقف كم الاتصالات الهائل من كتر الحب والدعم ليك يعني كم كبير جدا جدا احنا مش ملاحقين عليه فعلا. بس بجد احنا كلنا بندعمك وبنأيدك لان احنا فعلا اعزائنا المشاهدين محتاجين هذه الروح من الشباب محتاجين الاراده القويه. هو برضو مثال حي كل شاب نفسه يحقق حلمه ونفسه يحقق طموح. عايز اقول لك ما تيأس عيش حياتك وحاول وصر على نجاحك. ومعاك استاذ وليد اهو مثال ليك فعلا للشاب المكافح المناضل اللي عايز يوصل لحلمه وان شاء الله هيحققه ويوصل للناس لان دايما اللي من القلب بيوصل من القلب زي يقول. هو انا برضو عايز اضيف برضو أستاذ. فعلا الكلام اللي انت قلتيه النهارده ان احنا محتاجين الدعم والمؤازره من ابناء الدائره لان احنا النهارده بنتمنى ان احنا نوصل للمجلس. لكن انا برضو بوضح وبطمن كل ابناء الدائره تمام واحنا فعلا محتاجين الموضوع ده ان احنا نطمنهم بالظبط ان وليد حاسس بكل مشاكلهم سواء كانت في مشكله التعليم او الصحه او الزراعه او الصناعه او التجاره او السياحه لان فعلا المنطقه مليانه. لكن هو بيوعدهم ان اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر له النجاح انه هيكون في ظهرهم وهيحل مشاكلهم وهينزل في البلاد وهيكون متواجد 24 ساعه. طبعا لان هو زي ما قال هو احنا حاسس بيهم هو من نوعه. ولنا فكر برضه عشان نوضحه بس للساده المشاهدين ولابناء الدايره ان احنا مش عشان احنا من نظار السي بي ديس ومن الابناء الرحمانيه لا احنا في الرشيد هنكون عندنا مكتب وهيكون عندنا مؤسسه لتلقي برضه الطلبات. وانا اعرف ان مجلس الشعب طبعا ده مجلس برلماني تشريعي رقابي اكيد اكيد, أكيد انا برضه وبعتقد برضه ان وليد فاهم النقطه دي ان هو هيكون مراقب على اعمال الحكومه وان هو هيدعم كل الخطط والموازنات وكل شيء نازل للدايره هيوصل صوتكم اصلا بالظبط كده بالظبط. وبعدين ده الشاب طموح هيسعى ويجري بسرعه وهيكون متواجد بالزبط. غير كده يا فندم ده من ابناء الريف يعني عنده اصاله هتلاقيه متواجد ال 24 ساعه بالاضافه الى وجوده في البرلمان. يعني انا بتمنى من ابناء الدائره الدعم والمؤازره والمسانده لوليد وبطمنهم ان هو هيكون متواجد معاهم ال 24 ساعه وفي كل المجالات. انا عندي سفنت مدارس عايزه تدعم. انا عندنا مدارس عايزه تدعم بايه؟ بفصول زياده تمام. بمقاعد يا فندم في اتصال مهم جدا معانا من دكتور احمد حسان. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك حضرتك يا استاذ وليد عامل ايه؟ ازي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله والله تمام. ازيك حضرتك المستشار عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ريس كل سنه طيب يا حبيبي. منورنا يا دكتور احمد منورنا منورنا. الله يحفظك يا رب. بص يا استاذه انت بقى انسان بسيط وانسان محترم ومؤدب. الله يستر راسك. واحنا كلنا بنحبه والشباب كلها في البلد بتحبه. وميزته ان هو بسيط وان هو يعني حاسه يعني مش غالي ولا كده احنا حاسه زي الناس. فاحنا بنحبه عشان كده عشان هو مننا وزيه زينا. الله يستر راسك يا دكتور. وان شاء الله لو ربنا كرمه ووصل يعني ان شاء الله هيعمل خير يعني. الله بس احنا كلنا وراه بندعمه عشان هو انسان بسيط زيه زينا بالظبط. الله يستر راسك ربنا يعينه يا رب ويحدده ويصلح حاله يا رب ويعينه.
اللهم امين يا رب، وفي فند المسلمين اجمعين يا رب ان شاء الله. شكرا شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا شكرا. هو في فندم، اتفضل حضرتك. في فندم برضه حاجات في الدايره فعلا محتاجه ان احنا ما نطنش، ان احنا نكون متواجدين. بص يا استاذه يعني بس محمد، احنا الدايره عندنا قصه يعني اشياء كتير، يعني الناس اللي جاب لنا كتر الف خيرهم، هم تعبوا على كده يعني، حاولوا بس صوتنا ما كانش بيوصل. احنا عندنا الدايره بحالها بلا استثناء محتاجه صرف، محتاجه فصول تعليميه، رصف طرق. عندنا الصحه، انا بتكلم عن الدايره بحالها بلا استثناء. ايوه تمام. والخط مفتوح، اللي يناقضني يطلع يناقضني، يقول لي انت بتجزي او بتدعي. الدايره بحالها، قسما بالله يا دكتور يا استاذ، انا امبارح كنت الاسبوع اللي فات ده كنت في سيدي في المروحه تبع المحموديه، اقسم بالله طاركها ما يرضي بشر. ايوه انا عارف ان انا تشريعي وليس تنفيذي، ماشي، بس انا خدمي ده كله بمر عليه، اقدر اجيب لك، اقدر اوصل لك حقك، اقدر اوصل صوتك بجد، اقدر اوصل صوتك. هو ده اللي يعني احنا محتاجينه طبعا، ان انت توصل الصوت ويعني بالتالي تحل المشاكل. اما يا استاذه بجد منظر الدايره بحاله، اقسم بالله ما وصل لرئيس مدينه، مش رئيس جمهوريه، ما وصل لرئيس مدينه. أوف. الرئيس بيدعم الشباب، بيقول اطلعوا يا شباب، قولوا لي انتوا محتاجين ايه، عايزين ايه بالزبط. اما اقسم بالله الطرق. طب انا معلش بدون قطع كلام حضرتك، انا عايزه اعرف ايه الاعمال الخيريه، انا اعرف ان حضرتك محب للاعمال الخيريه. بص يا استاذ، عايزه اعرف ايه الاعمال الخيريه برضو، ده احب اوضحه لاعزائنا المشاهدين، اللي انت بتحاول تساعد فيها او كمان في نيتك ان انت تعملها للناس بعد ان شاء الله ما ربنا يكرمك. مبدئيا ان شاء الله باذن الله ان احنا عندنا الشباب نسبه البطاله بالنسبه للشباب بقت عاليه جدا بجد. اكيد نسبه أكيد. يعني كله بيتخرج، لا النهارده نقدر نعمل لهم اي قطاع خاص، مشروع مثلا، مشاريع، هو مصنع سجاد بالظبط، هو مصنع سجاد تمام، المشروعات الصغيرة، المشروعات الصغيرة عندك، الناس عندك في مصانع كتير، في شركات كتير، بس الشباب معلش ما عادش عارف يوصل، خلاص صوته ما بيوصلش، بيروح لواحد زي وليد بيقول له طيب حاضر، وياخد الطلب بتاعه ويحطه في الدرج. هو حضرتك طبعا لك على الباب، وكاتب لك على الباب بيقول لك ايه، سبحان من سبحان رب العباد، سبحان من يرضي العباد. ايوه ما حضرتك يعني إيه بتحب يعني الخير، وانا عشان وثقت فيك ونجحتك وبقيت في ظهرك جاي تكتب لي الجمله دي ليه يعني؟ ليه محتاج ايه؟ انا مش محتاج منك حاجه، انا محتاج زي ما امنتك واعطيتك صوت وحبيتك بجد اجي جار اخدمني، ما تكتبش من نفسك مني. بص ليه بتكفل لي تليفونه؟ بص يا استاذ اقول لك على حاجه مبدئيا، احنا النهارده جميع الارقام التليفونات مجلس الشعب طول ما مش عايب دلوقتي جاية يومين الانتخابات وتقول انا هعمل وهعمل وهعمل، كنت فين من سنة؟ كنت فين من سنتين؟ والله احنا عارفين ان حضرتك كنت فين يعني من خمس سنين؟ اكيد هتحقق كل حاجة وكل حاجة هتوعد بيها طبعا، يعني ان شاء الله ربنا يقدرنا كلنا، ربنا يقدرك. انا بقول ان انت محب الخير كمان، انت فين؟ أيوة مش عايز اندم، هو فعلا انت مش عايز طلع دلوقتي، بعد اذنك اسمح، مش عايز طلع دلوقتي، جاي دلوقتي ليه؟ ما جيتش من سنتين ليه؟ جاي تعمل مستشفى دلوقتي؟ يا مرحب بيك يا سيدي على عيني وراس، جاي لي دلوقتي ليه؟ جاي تجذبني بالقرشين بتوعك؟ لا يا باشا انا كنت عايزك من زمان قبل الانتخابات، قبل ما تقول لي ارشح نفسك. انا مستمتعه جدا بالحديث معاك ومع سياده المستشار، وكانت حلقه فعلا جميله جدا جدا. الله يسترك. وعايزه اطلب من حضرتك كلمه اخيره بتوجهها للناس وبتوجهها للشباب وبتوجهها لاهل دايرتك وبتوجهها لجمهورنا العزيز اللي يعني سعد جدا باللقاء وسعد ان حضرتك معانا النهارده. احنا اكتر والله يا استاذه، مبدئيا اشكركم واشكر الساده المشاهدين، وان شاء الله ان ربنا قدر لي الخير ان اكون عند حسن ظنكم. وبالنسبه للشباب والمراه مش هنسيبكم، حتى لو لا قدر الله اني ما عدتش، والله لا مسن ولا شاب ولا اي حد في الدايره دي، حتى لو اني ما عدتش يا استاذي، لاني بجد من الناس دي حاسس بيهم، انا بجد حاسس ان شاء الله ان شاء الله يعني تنجح، وحتى لو ما حصلش نصيب بعد اقول لك على حاجه يا استاذه، يعني برضو حضرتك هيبقى ليك دور اكيد باذنك يا رب، حاولنا نوصل احنا مش على الهوا للناس، ان شاء الله هنجح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير والله. بص يا يبقى وشنا حلو عليك كده ان شاء الله برضو يعني. كمان هو بص يا استاذنا، هي يعني احنا في النهايه برضو بنشكر البرنامج وبنشكر هذا المنبر العظيم اللي هو وصل صوتنا ووصل. ميرسي قوي يا فندم، شكرا والله، وبنشكر حضرتك يعني بس انا ليا قدر قيمه الاعلام فعلا وده عاجبني جدا. لا يا فندم انتوا بصراحه يعني رساله عظيمه، وبنوصل الناس اللي زي وليد، لكن انا ليا بس طلب ورجاء عند ابناء الدائره ان هم يقفوا خلف وليد ويدعموه ويطلعوا وينزلوا ويشاركوا، انا مش عايز سلبيه، انا عايز ايجابيه طبعاً. كله يطلع ويشارك أمانة، لان ده استحقاق تاني لنا يعني، البرلمان ده فند استحقاق تاني يعني. عضو مجلس الشعب اللي جاي يعمل لك دلوقتي، انت كنت فين؟ محتاجين عايزك، عايزك معلش مع احترامي ليك
سواء كنت مسن او شاب او شابه او واحده، كنت فين يا باشا يا اللي انت نازل دلوقتي بتقول له انا هعمل لك طريق؟ معلش مع احترامي ليك، كنت فين من سنه؟ ما هو فندم لما الانتخابات جت لي على الابواب يا باشا، هو كل واحد برضه بيعمل لك معاش تكافل وكرامه. معلش يا استاذ انا لازم كشاب كل واحد بيحط برنامجه برضه افهت كل واحد بيحط برنامجه. عموما وقت البرنامج للاسف انتهى، وحضرتك انا سعدت بحضرتك جدا وكان لقاء جميل، حضرتك نورتني، حضرتك وسعاده المستشار اهلا بيك في اي وقت، وكلنا بندعم حضرتك الاستاذ وليد عمار، كلنا بندعمك وبنأيدك ونتمنى لك النجاح والتوفيق، وشكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المشاهده، والى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامجكم حياتنا، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.